بسم الله الرحمن الرحيم بدنا نبدا بدرسنا الجديد ان شاء الله اسمه اجزاء العشره اجزاء العشره هيك اسم الدرس احنا تعرفنا كنا زمان ندرس الاعداد كنا ندرس مثلا اول ما بدانا تعلمنا الارقام واحد اثنين ثلاثه لما كبرنا شوي عرفنا انه هاي الارقام واحد اثنين ثلاثه هاي ارقام تقع في منزله الاحاد فتعرفنا إنه عندنا إشي إسمه منازل، فأول منزلة درسناها كان إسمها الآحاد. الآحاد لما أجي أحط الرقم فيها بقرأ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة لحد تسعة، هيك عادي. طيب بعد التسعة شو بيجي عندي؟ بيجي عندي منزلة جديدة إسمها العشرات. أكبر من الأحد بتيجي بعدها. مثلاً عشرة، عشرين، تلاتين، أربعين، هي أكبر من الأحد تيجي بعدها شايفين كيف بنسميها مثلا 10 20 30 بيجي فيها ارقام بنسميها العشرات بعد العشرات اذا وصلنا للعدد اذا وصلنا لل 90 آه 91 92 91 92 هدول بيتكونوا من احاد وعشرات 91 الواحد احاد والتسعين عشرات 92، 93، 94 كلهم احد وعشرات. لحد ال 99 كلهم احد وعشرات. بعد ال 99 بندخل بمنزل جديدة تعلمناها اسمها المئات. نوصل للعدد 100. نحكي 100، بعدين 101 عبارة عن مئات واحد، 102 مئات واحد، 110 مئات وعشرات، 113 مئات واحد وعشرات. 113 الواحد بالمئات وثلاثة بالأحاد واحد بالعشرات إذا تعلمنا أنه عندنا منزلة أكبر من العشرات وأكبر من الأحد تيجي بعدهم اللي هي منزلة المئات منزلة المئات منزلة المئات بتكون للرقم الثالث بعد الأحد يعني لما يكون عندي رقم واحد هذا بعتبره أحد لما يكون عندي رقمين بالعدد مثلا 23 فالثلاثة أول رقم بيكون أحد ثاني رقم بيكون عشرات لما أحكي 123 ثلاث أرقام يعني يكون عندي أول رقم أصغر واحد أول واحد أنا كتبته بيكون أحد ثاني رقم أكبر منه بشوي بيكون بعده بيكون عشرات ثالث رقم بيجي آخر إشي بيجي ثالث منزل على اليسار هذا بنسميه منزلة المئة إذا تعلمنا مجموعة منازل هذا أول ما بلشنا نتعلم الأرقام والأعداد أخذنا أكثر أخذنا الآلاف وعشرات آلاف ومئات آلاف لكن كلها هاي المنازل اللي درسناها كنا كل مرة ندرس منزلة أكبر منزلة أكبر يعني بلشنا بالأحاد كتير صغيرة بعدين كبرنا أكثر صرنا عشرات كبرنا صرنا مئات كبرنا صرنا آلاف كبرنا صرنا عشرات آلاف إذا كنا نضل نأخذ المنازل اللي أكبر 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 المنازل اللي بضلها تكبر هلا الدرس الجديد بدنا نتعلم منازل العكس مش اكبر اصغر من الاحاد اصغر من الأحد، هل عندي إشي اصغر من الأحد؟ يعني انا بالارقام دائما كنت احط الارقام صفر معلش الارقام مكتوبه بالعربي المفروض بالانجليزي زي هيك تنكتب المفروض هل انا كنت دائما بالارقام احط صفر لما اجي اعد احكي بيجي بعد الصفر عندي واحد بعد الواحد عندي اثنين بعد اثنين ثلاث بعد الثلاث اربعة وهكذا بنضل نكمل العد لكن هل صحيح انه انا من الصفر على طول للواحد معقول ما عندي اشي بين الصفر والواحد يعني لما اجي اعد مثلا تفاح او بيتزا خلينا نحكي عن بيتزا انا عم بعد قطع البيتزا احنا طلبنا ثلاث قطع بيتزا عالبيت، لما روحت انا فتحت باكيتاتهم لقيت هاي القطعه كامله وهاي القطعه كامله بس هاي القطعه مو كامله لقيت منها جزء فهاي لما اجيت مثلا لقيت منها هذا الجزء فلما انا اجيت اعد حكيت انه هاي القطعه مثلا عباره عن واحد بعدها عادي واحد وهاي الثانيه اثنين بعدها ارقام عاديه هاي معقول ما بقدر اعدها لا احنا تعلمنا انه بنقدر نعدها بنعدها بارقام اصغر من الواحد بنعتبرها بنسميها الكسور اذا انا في عندي ارقام بين الصفر والواحد انا عندي ارقام بين الصفر والواحد اذا انا عندي ارقام اصغر من الواحد يعني انا عندي ارقام اصغر من الأحد عندي منازل اصغر من الاحاد اللي هي لازم تقع فيها الكسور بدنا نتعلم احنا هاي المنازل فالمنزلة اللي بدنا نتعلمها اسمها منزلة جزء من عشرة جزء من عشرة هيك اسم المنزلة تيجي قبل الاحد قبل الاحد عندنا منزلة أصغر منها شو منسميها؟ منسميها جزء من عشرة، أصغر من الاحد يعني أصغر من واحد، يعني هي بالأصل كانت كسر بالأصل كانت كسر منسميها جزء من عشرة مين الأعداد اللي بتنحط بهاي المنزلة؟ الأعداد اللي بتقع بهاي المنزلة هي الأعداد اللي بتمثل كسور مقامها عشرة. هي الأعداد اللي بتمثل كسور مقامها عشرة بس هون صار عندنا مشكلة، لو أنا كتبت لكم رقم زي هيك وقلت لكم هذا العدد ماشي فيه جزء من عشرة ببدا من جزء من عشرة او في يعني هذا العدد ما قلت لكم من وين ببدا قلت لكم سموا لي المنازل اللي فيها احنا كنا زمان زمان واحنا صغار متعودين انه اول منزله تكون اسمها احد هيك كنا متعودين اول منزله يكون اسمها احد لكن هلا تعلمنا بدرس اليوم انه في عنا منزله قبل الاحد اللي هي جزء من عشرة طب كيف بدنا نعرف السبعه هاي جزء من عشرة زي درس اليوم ولا احاد زي دروس زمان لانه ما بنقدر نعرف العلماء قرروا انهم يحطوا علامه مميزه عند الاحاد بعد الاحاد على طول قرروا يحطوا علامه صغيره زي هيك زي النقطه هاي بنسميها فاصله عشريه هاي الفاصله بالعلامة مميزه الاشياء اللي على يسارها بتكون اعداد صحيحة شو يعني أعداد صحيحة أو كاملة أو أعداد كلية شو يعني أعداد كلية وأعداد صحيحة أو أعداد كاملة يعني أعداد بتحكي عن أشياء كاملة أشياء أنا بقدر أعدها واحد اثنين ثلاث فإذا أعداد إلها منازل الآحاد عشرات مئات فأول إشي بعد الفاصلة بيكون آحاد ثاني إشي بيكون اسمه عشرات ثالث إشي اسمه مئات هاي بالنسبة للفاصلة العشرية حطوها العلماء عشان نعرف دائما على يسارها آحاد عشرات مئات دائما على يسارها. طيب على يمينها على يمينها منزلتنا الجديدة اللي اسمها جزء من ليش جزء؟ لأنه الأعداد اللي على يمينها ما بتحكي عن أشياء كاملة ولكن بتحكي عن أشياء ماخذ ما منها جزء مثل الكسور. فمن على يمينها بنسميهم جزء من. أول إشي على يمينها هي جزء منزلة جزء من عشرة أول إشي على يمينها اسمه منزلة جزء من عشرة فإذا إحنا بدنا نحفظ المنازل الجديدة عنا بطلت بس أحد عشرات مئات لا صار عنا في عنا إشي اسمه فاصلة عشرية نقطة زي هيك نسميها فاصلة عشرية هاي النقطة هاي الفاصلة العشرية على يسارها أرقام عادية اللي أنا بعرفها فمنازلي بتكون آحاد عشرات مئات إذا عندي بعد المئات عادي بنكمل منازل عادية على يسار الفاصلة لكن على يمين الفاصلة منازل لأشياء مو كاملة لأجزاء فالمنزل اللي على يمين الفاصلة عندي اسمها جزء من جزء من كم؟ جزء أول منزلة جزء من عشرة أول منزلة يمين الفصل جزء من عشرة. شوفوا الأحد دائماً بعد الأحد بيجي إشي اسمه عشرة. على اليسار عشرة لأنه عدد صحيح. على اليمين عشرة بس مش عدد صحيح ولكن جزء. فمنسمي العشرة جزء من عشرة ما نحكي منزلة عشرة. هاي أسماء منازل لازم نحفظها. هاي أسماء المنازل لازم نحفظها. طيب. كيف بنتعامل مع منزلة الجزء من عشرة الجديدة هاي؟ كيف بدنا نتعامل معها؟ هذا اللي نتعلمه هلا، كيف بدنا نستخدمها؟ كيف بدنا نكتبها؟ وكيف بدنا نقرأها؟ فهلا منزلة الجزء من عشرة هي عرفنا انها هي بتعبر عن اشي مو كامل، اشي مو كامل يعني زي كانها بتعبر عن كسر، كانها عم بتعبر عن شكل لكن هذا الشكل مو ملون كله، مو انا ما عم بعده كامل، انا عم بعد منه اجزاء، عم بعد منه اجزاء فهي اسمها جزء من عشرة اذا الشكل هذا لازم يكون عندي مقسم عشر اجزاء لازم يكون عندي مقسم عشر اجزاء واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة معلش هي طلعت كتير كبيرة تخيلوها اصغر شوي المهم لازم يكون عندي مقسم عشر اجزاء الشكل عشان اقدر احكي عن هاي المنزل هاي المنزل اسمها جزء من عشرة اذا الاشي اللي بده يكون فيها هو فعليا رقم جاي من شكل مقسم عشر اقسام مو ماخوذ كامل الشكل الاحاد لا لما اجي اعد شكل ملون كامل واحد او شكل او شكلين او ثلاثه ملونين كاملين بيكونوا احاد العشرات لما يكون عندي عشر اشكال ملونات كاملات بيكونوا عشرات مئات لما يكون عندي مئة دائرة ملونين بالكامل بيكونوا مئات بس جزء من عشرة لما بيكون عندي دائرة أو شكل مقسم عشر أقسام ملون منهم إشي بس مو ملون بالكامل مثل هذا المستطيل مقسم عشر أقسام مثلا لو هذا المستطيل حكينا عنه إنه ملون منه ثلاث أجزاء شوفوا كيف منيجي منكتب هلا إحنا زمان كنا لما يكون عندنا شكل مقسم لأقسام ملون منه أجزاء كنا طول نكتبه على صورة كسور لكن الكسور ما فيها منازل وأنا مرات بحلل الأسئلة بحتاج إنه الأعداد تكون عندي بمنازل فبدنا نكتبه هذا الشكل بدنا نكتبه هو مفروض ينكتب كسور بس إحنا ما بدنا نكتبه كسور بدنا نكتبه بالطريقة الجديدة للكتابة واللي هي اسمها كسور عشرية شو يعني كسور عشرية؟ يعني فاصلة عشرية يعني أنا بدي أكتبه باستخدام الفاصلة العشرية مش بس على مقام. بدي اكتبه باستخدام فاصلة عشرية وليس بس مقام. كيف؟ هلا هل نيجي احنا المنازل عارفينها بما اني بدي استخدم فاصلة عشرية بحط الفاصلة العشرية. هل عندي مستطيلات ملونة بالكامل اشكال ملونة كلها عشان احطها بالاحاد او بالعشرات او بالمئات؟ لا ما عندي شيء احطه بالاحاد، ما عندي شيء أعده واحد اثنين ثلاث. اذا انا ما عندي احاد وعشرات ومئات فبحطهم صفر. هل عندي شكل هنا منزلة باء هاي على يسار الفاصلة يسار الفاصلة الأعداد الصحيحة الملونة بالكامل ما عندي إشي ملون بالكامل فبحطه صفر نيجي يمين الفاصلة شو اسم المنزلة اللي يمين الفاصلة اسمها جزء من عشرة فباجي بسأل حالي هل عندي شكل مقسم عشر أقسام آه عندي هي المستطيل تبعي مقسم عشر أقسام المستطيل تبعي لازم عشر أقسام اسمه المنزلة جزء من عشرة يعني لازم عشر أقسام هاي لقيت شكل مقسم عشر أقسام باجي بسأل حالي كم أنا ما أخذ منه ما منه ثلاث فبحط على يسار يمين الفصل فورا ثلاث إذا هذا الشكل بقدر أكتبه على صورة صفر فاصلة عشرية ثلاث صفر فاصلة عشرية ثلاث كيف منقرأه؟ منقرأ الأعداد اليمين الفاصل أب... احنا هلا ما رح نحكي عن الاعداد الصحيحه بدنا نحكي لما يكون عندنا العدد الصحيح صفر كيف بنقرا الرقم بنقرا الرقم اليمين الفاصل مثل ما هو هذا شو اسمه اسمه ثلاثة فبنقراه ثلاثة لكن لازم نحكي منزلته شو منزلته جزء من عشرة فبحكي ثلاثة من عشرة او ثلاثة جزء من عشرة التنتين صح يا بحكي جزء من عشرة او بحكي من عشرة عفوا إذا كيف بقرأ بقرأ هذا الرقم؟ بقرأ الرقم عادي مثل ما هو وبحكي بعديه اسم منزلته من عشرة. ناخذ مثال ثاني، مثال ثاني لو مثلا مثال الكتاب صفحة رقم 35 مثال الكتاب صفحة رقم 35 عنا شكل مقسم عشر أقسام. بيجي السؤال بحكي لي اكتبوا لي هذا الشكل او مثلولي لي بس ما بده بطريقه عاديه لو ما ما اشترط علي بمثله كسور بس مقام بس هو قال لي بدي اكتبه كسر عشري كلمه عشري معناها فاصله عشريه بدي اكتبه فاصله عشريه كيف باجي بكتبه هل عندي اشكال بقدر اعدها واحد اثنين ثلاثه اعداد صحيحه لا بحط اول شيء الفاصله العشريه عندي اشكال بقدر اعدها بالكامل اجزاء صحيحه لا ما عندي شوفوا كيف حط الفاصلة العشرية ما عنده اشياء بعدها بالكامل واحد اثنين ثلاثة، إذا الأجزاء الصحيحة عنده صفر، ما عنده أشياء صحيحة كلية كاملة، ما عنده أشكال ملونة بالكامل، فبيحط مكان الأعداد الكلية صفر، الأعداد الكلية يسار الفاصلة العشرية. طيب، يمين الفاصلة العشرية عندي منزلة اسمها جزء من عشرة، شو بحط فيها؟ بحط فيها إذا كان عندي شكل مقسم عشر أقسام عندي شوف أنا هذا الشكل اللي عندي مقسم 10 أقسام نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 أم مقسم 10 أقسام اللي ملون فيه بقدر أحطه بمكان جزء من 10 لأنه مقسم 10 أقسام كم واحد ملون فيه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 إذا بقدر أحط بمكان الجزء من 10 9 بمكان منزلة جزء من عشرة بقدر أحط تسعة إذا هذا الشكل بقدر أكتبه على هاي الصورة صفر فاصلة عشرية تسعة بقدر أكتبه من عيد ما عندي إشي كامل ما عندي أعداد كلية فبحط مكانها صفر بالفاصلة بكون حاططها أساسا هي اللي بتيجي بالنص بين الأعداد الكلية وبين الأشياء اللي بتمثل الأشكال اللي مو ملونة كلها بعدين باجي بعد الفاصلة على طول لازم أحط إذا في عندي جزء مقسم عشر أجزاء بحط عدد الأجزاء الملونة فيه عندي آه عندي هي هذا ملون عج... مقسم عشر أجزاء كم جزء ملون فيه تسعة بحط التسعة مكان الجزء من عشرة بحط التسعة مكان جزء من عشرة هيا هيك عامل هاي بنسميها صيغة قياسية، بنسميها صيغة قياسية، أنا عندي ثلاث طرق لكتابة الأرقام إحنا درسناها قبل، الطريقة الأولى كان إسمها صيغة قياسية، الصيغة القياسية هي إني يعني أنا عم بكتب الأعداد بالأرقام لما اجي اكتب بالارقام زي هيك هيني مستخدمه ارقام صفر وتسعه مستخدمه ارقام هاي اسمها صيغه قياسيه، عندي صيغه اسمها لفظيه لفظيه لما اجي اكتب الأر... الاعداد تبعتي لكن بالكلمات مثل ما بقراها اكتبها. هذا كيف بنكتبه بالكلمات؟ زي ما بنقراه بنكتبه، كيف بنقراه؟ بنقراه هذا بنقراه زي ما هو، كيف بنقرا هذا الرقم؟ بنقرا تسعه، اذا بنقراه تسعه لكن لازم أميز هو مش تسعة عادية هو تسعة جايب منزلة جزء من عشرة فبحكي تسعة جزء من عشرة أو من عشرة فورا لازم أحكي حرف الجر من ومن عشرة لازم أوضح من عشرة لأنه عندي أشياء غير من عشرة طيب تسعة من عشرة هاي هاي شفتوا كيف بالكلمات هاي بنسميها صيغة لفظية هاي بنسميها بنسميها صيغة لفظية بدنا نحل سؤال اتحقق من فهمي صفحه 36 بيحكي لي السؤال معطيني شكل وطالب مني اكتب هذا الشكل مره بالصيغه اللفظيه ومره بالصيغه القياسيه، لكن بالحالتين بدو اياني اكتبه ككسر عشري، كسر عشري يعني باستخدام الفاصله العشريه. كيف باجي بكتبه؟ حكينا بما انه بدو كسر عشري خلينا اول شيء نكتب صيغه قياسيه، قياسيه يعني ارقام. قياسيه تعني ارقام. فانا بدي اكتب بالارقام. عشان اكتب كسر عشري اذا لازم فاصلة عشرية لو كان اي لي كسر عادي بس مقام بس هو اي لي كسر عشري فاصلة عشرية فبحط الفاصلة العشرية هل عندي مربعات ملونة بالكامل لا ما عندي اذا عدد الاشياء الصحيحة او الكلية بالشكل المرسوم صفر ما عندي ولا مربع ملون بالكامل عندي مربع مجزأ بس مربع مجزأ طيب هل عندي جزء من عشرة؟ يعني المربع المجزا عندي كم جزء مجزا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مجزا 10 اجزاء كم جزء ملون منه ملون منه 1 2 3 4 5 6 اذا انا عندي ملون 6 اجزاء من 10 اذا هل عندي شيء بقدر احطه بمنزله جزء من 10 اه العدد 6 العدد 6 اجى من مربع مجزا عدد 10 اجزاء فبحطه بمنزله جزء من 10 زي هيك بصير مكتوب بالصيغه القياسيه بالعدد الكلي عندنا صفر ونحط الفاصله بعدد الجزء من عشرة عندنا ستة ملونات جزء من عشرة هاي الصيغه القياسيه صيغه لفظيه يعني بالكلمات هذا الرقم كيف بنقراه صيغه لفظيه كيف بنقراه بنقراه الرقم زي ما هو بما انه ما عنا عدد صحيح، ما عنا عدد صحيح، نقرا العدد فورا زي ما هو، شو عنا هون؟ عنا ستة، فبنحكي ستة، لكن لازم نميز هاي الستة عن ستة الأحد، لو حكيت ستة بس وقلت لحدا تاني أنا عم بحكي عن ستة رح يفكرني بحكي, بحكي عن ست مستطيلات أو ست مربعات، ما رح يفهم أنا عم بحكي عن جزء، فعشان يعرف إني أنا عم بحكي عن جزء لازم أحكي له ستة من عشرة، لازم أوضح إنه ستة الستة تبعتي هاي مش ستة كاملة ولكن ستة جزء من عشرة. هاي هي طريقة حل الأسئلة أغلب الأسئلة راح تكون زي هيك لما بيجيني هيو زي هيك بشكل مباشر لما بيجيني كسر مثلا 8 على 10 أنا ما عندي عدد صحيح هذا كسر عادي يا إما برسم شكله وبحكي أو بحكي مثلا أنا 8 على 10 ما عندي عدد صحيح يعني العدد الصحيح عندي صفر هلا بكون حاطه الفاصله العشريه يسارها ما عندي عدد صحيح اذا يعني العدد الصحيح صفر يمينها هل عندي اشي على 10 اشي جاي من جزء مقس من شكل مقسم 10 اجزاء؟ اه الثمانية. ثمانية اجت من شكل كان مقسم 10 اقسام لوننا منه ثمانية. فبحط عند منزلة جزء من 10 ثمانية. الخمسة على 10 بنحط الفاصلة العشرية هو طالب مني اكتبها لانه بفاصلة العشرية عندي عدد صحيح؟ لا ما عندي عدد صحيح. لو عندي عدد كان موجود جنب الكسر، ما عندي فبحط صفر. هل عندي جزء من 10؟ يعني هل عندي عدد جاي من شكل مقسم عشر أقسام؟ آه الخمسة الخمسة إجت من إنه كان أنا عندي شكل مقسم عشر أجزاء أنا لونت منهم خمسة إذا أنا عندي الخمسة بالأصل هي جاي بالجزء من عشرة أي عدد مقامه عشرة بيكون جاي بمنزلة الجزء من عشرة أي عدد مقامه عشرة جاي بمنزلة الجزء من عشرة هيك بنكون خلصنا الجزء الأول من درسنا بنكمل بكرة إن شاء الله بالتوفيق